اللي تيقرا سورة الكهف كل جمعة غادي يقرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. واش عمر وقفتكم هذه الآية؟ شنو المعنى ديالها؟ وشكون هو هذا اللي دخل الجنة وهو ظالم لنفسه؟ وشنو التفاصيل تاع هذه القصة؟ قصة الليلة اللي غادي نشارككم ذكرها مولانا في القرآن الكريم، وكيف قلت لكم باللي هي في سورة الكهف، واللي أول مرة غادي نعرفها معكم اليوم في هذه الحلقة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه، احوالكم طيبه. اليوم دير الخاطر لاصحاب القصص الدينيه اللي كيعشقوها. فقبل ما غادي نبداو في حلقتنا الليله، خليني نسولكم واحد السؤال اللي بغيت الجواب ديالو لتحت في التعليق. شكون هو اول شخص لقبو سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بفرعون الامه؟ واذا ما كنتيش عارف الجواب طبيعه الحال ماشي مشكل، غادي تعرف، غادي تعلم. غير خلي لي لتحت التعليق عرفتي ولا ما عرفتي، باش نعرف شحال واحد عنده هذه المعرفه وشحال واحد ما عندوش. فخلي ما تطلش عليكم اكثر، وما تنسونيش انكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. في حلقة الليلة غادي نتكلموا على قصة على رجلين، واحد مؤمن اللي ما عندوش بزاف من المال، والآخر اللي تيقولوا العلماء باللي أنه كان كافر أو لا عاصي وباللي ما تيأمنش بالآخرة. هاد الكافر يا سادة الكرام كان عنده المال والجنان بزاف لا تعد ولا تحصى. فمولانا تعالى غادي يضرب بهاد القصة المثل لهاد الحياة اللي تنعيشوا فيها الحقيرة، واللي غير ملهفين عليها وكنجريو من مراها، واللي ما كتساوي عند رب العزة حتى جناح بعوضة. فتخيل أنك تحول في لحظة من إنسان في الدنيا غني غارق في الحياة والخيرات والمالدات ديولها، الإنسان فقير وما عنده من هالدنيا ولا حاجة. فأكيد غادي يكون واحد الإحساس اللي هو صعيب على النفس أنها تقبله، خصوصا إذا كنت متعلق بالدنيا وكل ما فيها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في وصفه للدنيا: والله ما الدنيا الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ومعناها بلي أنك إذا بغيت تعرف الحقيقة تاع الدنيا بالنسبة للآخرة، حط صبعك في البحر ثم ارفعه ثم انظر شنو رجعتي به، غتلقى راسك بلي أنك ما رجعتي بحتى شي حاجة مقارنة بالبحر. وهذا يا سادة الكرام هو المعنى ديال الدنيا بالنسبة للآخرة، في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها. لقد قال تعالى: فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهكذا كان صاحب الجنتين. خلينا ندخلوا في قصة ليلى لأنه مازال ما بديناش فيها. كتبدا القصة يا سادة كرام بزوج ديال الخوت، ويقال بلي أنه غير صديقين من بني إسرائيل، واحد مؤمن اللي سميتو يهودا، والآخر كان كافر وسميتو قطروس. وتيقولوا بلي أنه رجلان من مكة، وهذاك المؤمن يهودا هو زوج أم سلمة لما مات زوجها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر الكافر هو رجل من ثقيف واللي هو أبو الأسود ابن عبد ياليل، والله أعلم في التفاصيل. هذو هما المعلومات صراحة اللي كاينين على هذا الرجلان، ما تهمناش شكون هما، المهم هو العبرة من القصة ديالهم. مولانا ذكر هذه القصة من بعد ما قريش طلبات من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش أنه يطرد هذوك اللي كانوا من الضعفاء بحال خباب وعمار بن ياسر وبلال. وهذه القصة كنت عاودتها لكم في السلسلة نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت قريش كتقول سيدنا رسول الله بغيتينا ندخلوا الإسلام معاك؟ تيقولوا سيدنا الحبيب أها. تيقولوا لي إذن حنا ما نقدروش نجلسوا في مجلس وجلس فيه خباب وعمار وبلال، جري عليهم باش حنا نحضروا عندك. وفي هذه اللحظة بالضبط أنزل الله تعالى هذه الآيات نتاع هذه القصة اللي فيها بيان تفاضل ما بين الناس اللي ماشي بكثرة المال وبالعز وبالشرف وبكثرة الأموال، ولكن بالإيمان والقرب من الله تعالى. وقد قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين. بمعنى يا سيدنا محمد قل قريش اللي تكبروا في أنهم يجلسوا مع خباب وبلال، أعطيهم المثال على الأمم السابقة، شنو هو الخبر ديالهم؟ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وهنا عاد فين غادي تبدا القصة ديالنا. كنا قلنا بلي أنه زوج ديال الرجلين أو لصديقين، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. المؤمن غادي تصدق بكاع الأموال ديالو على الفقراء في سبيل الله، وعاش واحد الحياة اللي هي بسيطة اللي طلب فيها غير مولانا، وما تفكرش في الدنيا نهائيا، مشغول غير بالجنة وبالنعيم ديالها. أما صاحبه اللي كان كافر عاصي
آثم بخيل غادي يهز الرزق ديالو كامله وشرى به غير الزروع والثمار، لدرجة أنه أعطاه مولانا في الدنيا جنتين من أكثر وأكبر الجنان نعيما وملكا عمرهم ما كانوا شي حد من قبله. هاد الشخص غادي يتغر وغادي يحس براسه باللي أنه مخلد في هاد الدنيا وباللي هاد الخير اللي تيملكه جاه من الاجتهاد ديالو الشخصي ومنه هو، وحتى شي حد ما عنده فضل عليه. كانوا عنده جنتين عظيمتين وعمرين بالأعناب، وهاد الأعناب كانت دايرة بيهم النخيل، وكان الزرع كينبت ما بين هاد الأنهار كأنهم جنتان من جنان الآخرة على الأرض. مولانا غادي يزيدوا في النعم لدرجة أنه غادي سبحان الله غادي يفجر ليه ما بين الجنتين نهرا وثمر، وثمروا ليه الأراضي بثمار اللي كانت طازجة. دازت الأيام وغادي يتلقاو هاد الصحاب، وكل واحد منهم كان على الحال ديالو، الغني غني والفقير فقير، وما كانش اللقاء ما بيناتهم بحال واحد الصديق بالصديق ديالو فاش كيغيبوا على بعضياتهم، ولكن كان اللقاء بحال شي وحدين يلا تشوفوا غير البارح. واللي بدا هاد الشعور كان من طرف صاحب الجنتين الكافر المغرور اللي ما سولش صاحبه على حتى شي حاجه وعلى احواله في الدنيا الى ما اخره، وبدا كيتكبر عليه وهو مختار بالمال ديالو والجاه اللي عنده والبساتين والمال والخدم والولد. ولقد قال مولانا تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المال والبنون يا سادة يا كرام هما فتنتان غادي تفتن بهم صاحب الجنتين، ويسحب ليه لأنه هذا النعيم اللي عطاه مولانا دائم وخالد وما غاديش تقطع عليه، وببساطة ما غاديش يشكر مولانا على هاد الخير اللي عطاه لا بفمه ولا حتى بالصدقة، حيت كنعرفوا بلي انه باش نشكروا مولانا كنشكروا بفمنا وكنشكروا اننا نديروا الصدقة على شي حد ونسب ليه كل شي من دون الله. وبدا كيتكبر على صاحبه الفقير اللي عطى كل ما عنده في سبيل الله للفقراء. فهاد صاحب الجنتين كفر بالنعمة ديال مولانا قولا وفعلا، وما اكتفاش بهاد الشي ولكن غادي يوصل به الامر انه يفتاري على مولانا لقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. غادي يدعي صاحب الجنتين بلي أنه البساتين ديالو العريضة وداكشي اللي فيها من ثمر وأي حاجة كتشهاها الأنفس بلي أنها عمرها ما غادي تفنى ولا غادي تخسر ولا غادي ياخدها ليه مولانا، وبلي أنه غادي يبقى على غنى ديالو وعمره في حياته ما غادي يشوف الفقر. أكثر من هذا غادي يشكك في يوم القيامة ويوم البعث، وأقسم فتكبر بكل جحود بلي أنه إذا رجع المولانا وكانت القيامة وكان موت وكان بعث على سبيل الافتراض حيث هو ما تيأمنش بهذا الشيء، فمولانا غادي يبدلو تما خيرا مما كان تيملكو هنا في الدنيا. قال تعالى شنو قال صاحب جنتين: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكان هذا الإنسان الكافر من شدة العجب والافتخار والتكبر بالبساتين ديالو غادي يفرط في الوصف ديالها وبلي هاد كرامة هو كيستحقها هو من دون الناس وصف، لكن الصاحب ديالو اللي هو الرجل المؤمن اللي ما خدعتوش الدنيا وما غراتوش غادي يذكر صاحب الجنتين بلي أنه هو أصله إنسان وضعيف ومخلوق من مادة ضعيفة، لقوله تعالى على لسان الرجل المؤمن: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. غادي تفعل راسه هذا المؤمن من كلام صاحبه الكافر اللي قال له بلي أنا أكثر منك مالا وولدا، ولكن جواب المؤمن بلي هو ثابت على الإيمان دياله بمولانا المنعم المتفضل وبلي الأصل في الدنيا ماشي المال ولا حتى الجاه ولا حتى الولد، ولكن الارتباط بمولانا في جميع الأحوال والرضا بالله تعالى وبلي أنه تعطينا سواء كان قليل أو بلا كثير، وبلي الصحيح أنه إذا دخل شي حد لشي ملك دياله فكيقول عليه ما شاء الله وكينسب القوة والملك والنعمة لله سبحانه وحده وكينفع على نفسه وعلى أي واحد. قال تعالى على لسان الرجل المؤمن: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فوق من هالشي غادي يزيد يدفع على راسه في محاولة أنه يهدن من الكبر والعناد ديال صاحبه ويصحح ليه المفهوم ديال على الدنيا اللي كان خاطئ، وقال ليه بلي أنه مولانا
قادر على أنه يغنيه عليه ويحذره من غضب الله عليه، لأنه يمهل ولا يهمل، وباللي عاقبة الكفر عاقبة اللي هي وخيمة وخيبة اللي كتهلك. ويقدر مولانا أنه يهلك الجنتين ديالك في طرفة عين أو أقل من ذلك بسبب الاغترار ديالك والظلم ديالك وحتى الكفر. ولكن ما قدرش الرجل المؤمن أنه يقنع الصاحب الكافر في هذه الغفلة اللي هو فيها، فبقى صاحب الجنتين في العناد دياله ورغم داكشي اللي سمعوا من عند صاحب المؤمن، بقى طاغي بحال النمرود وفرعون وقارون وغيرهم اللي ربي شاركنا قصتهم كعبرة لقوله تعالى سبحانه: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وهنا غادي يجي وعد الله تعالى على هذاك الكافر اللي تغرب الدنيا وبالزينة ديالها وبالجنتين ديالو. مولانا غادي يغضب عليه والعياذ بالله، وغادي يصفت على الجنتين ديالو صاعقة اللي غادي تدمرهم كاملهم وهلكتهم وخربت كل ما فيهم لقوله تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. غادي يندم صاحب الجنتين على داكشي اللي دار، وعرف وأخيرا احتفت الفوت بلي أنه استحق فعلا زوال هذه النعمة العظيمة بسبب الكفر ديالو والعناد ديالو، وندم على شركه بمولانا. ولكن الندم ديالو جاء حتى خسر كل ما تهملك، وهنا عرف بلي أنه لا ناصر إلا الله، وبلي أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، وبلي النعمة تيكون المقابل ديالها شكر الله عليها. وعلم أيضا بلي أنه خطأ لما منع الفقراء من حقهم كصدقة في ديك النعمة اللي نعم لنا به عليها لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بمعنى لئن شكرتموه على النعمة ديالو لا يزيدنكم من فضله، ولئن جحدتم نعمة الله لا يعذبنكم عذابا شديدا. أخيرا الدرس والعبرة المستفادة من هذه الحلقة هي رضا الرجل الفقير المؤمن بدكش اللي كيعطي له مولانا. النعمة الحقيقية هي في إيمان القلب الصادق، وكيفاش يعتز المؤمن بالإيمان ديالو بالرغم أنه فقير وما تيحسدش الغني أبدا. أيضا تيقن بلي أنه كل شي بيد مولانا سبحانه، وهو اللي تيعطي وهو اللي تيمنع، وله سبحانه حكمة في ذلك لا نعلمها نحن. أيضا بلي أنه الدنيا ما خصناش نساو بلي أنها زائلة مهما ملكنا فيها، وخاص أنها ما تلهناش عن ذكر الله عز وجل، لأنه الدوام لله والحياة كتبدأ عندنا في الآخرة. داكشي اللي وقع لصاحب الجنتين المغرور من زوال النعم كان الأولى به هو أنه إعطاء الفقير الحق ديالو. أيضا كيفاش ظلم الغني نفسه بنكران نعم الله عز وجل، وما نسوش أيضا بلي أنه عدم نسيان ذكر الله والنعم ديالو بما يؤتيه لعباده، وبلي أنه ليس هناك نفع من المال ولا حتى الولد مادام أنه ما غاديش يعيننا على طاعة مولانا. أيضا تعلمنا من هذه القصة بلي أنه هذا هو كيكون جزاء عدم أخذ النصح من المؤمن التقي، والندم بعد فوت الأوان عمره ما كيفيدك في شي حاجة، وأن أيضا من يشرك بالله سبحانه وتعالى فليس له ولي. هذه كانت حلقتنا ليلة، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم واستفدتوا منها. ما تخليوها حتى توقف عندكم وشاركوها مع أحبابكم وأصحابكم. خليوا لي جواب على سؤال حلقة ليلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقوا ربما بعد غدا إن شاء الله. سلام سلام.